أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج قطار المحبة. نحن في شهر الخير والبركة، شهر الخير والعطاء، شهر المحبة. مشاهدين الكرام، اليوم احنا في منطقة كلش حلوة وجميلة، منطقة حي فلسطين. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين الكرام، رحلتنا مستمرة. مرحبا حجي، شلونك؟ على الله. لا إله إلا الله. شلونك حجي؟ على الله. شبيه خير؟ من هالظيم وظلايم، هالمصايب هالدنيا هاي. رمضان كريم علينا وعليك. علينا وعليك بألف خير إن شاء الله. ثاني هذا الماي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصرف حتى لو كنت من نهر. إيش نسوي من الظيم عروسنا؟ ظيم كله ظيم وقهر وتعب ومشقة، وننام بقهر ونقعد بقهر وكلها ظيم. أعرف حياة مأساة صعبة. احنا عندنا برنامج قطار المحبة. نعم. فريد بيجي عندك على البيت، واليوم شغلك ولا تشتغل، اليوم كله علينا. بارك الله بيك. خوش. الله محييكم. ونسوق ان شاء الله برمضان. الله يبارك فيكم. بس لا تشيل هام، بس اريد اعرف تساوياتك. الله يبارك فيكم. نجي عندك على البيت ان شاء الله. الله يبارك فيكم. نجي هسه عندك على البيت. يا هلا. ونقعد ان شاء الله، وين العيال ما ان شاء الله سده. سده ان شاء الله. ونروح ان شاء الله. يا الله. يا الله. أعزائي المشاهدين الكرام، مثل ما تشوفون اليوم احنا بيت جديد ومعنا جديدين ومع العائلة الطيبة. شلونك عيني؟ الله يعافيك. عمراتك، أحوالك؟ الحمد لله. أبوه منو أنت؟ أبو وليد. أبو وليد، شلونك ما شاء الله؟ إيش الحلاوة؟ إيش الجمال؟ الله يخليك. شفناك برا، إيش فيك؟ تعبان وضايق؟ والله هالظروف هاي، مي ماكو، مقطوع، أنا فيها مكسورة. يا أبو عندك هالورود، هالناس الحلوين الطيبين. الله يعافيك، طيب. انت هنا ايجار قاعد لو بيتك؟ والله بيتي بس ايه؟ تجاوز بدون ماكو سند. ايه؟ يعني وذول ما الله يعني ان شاء الله يخليك، لان انت عاد هذول البنات عتربيهم وعتراعاهم. يتعبون ومعوضين ظروف صعبه، ظرف قاسي. الله سبحانه وتعالى موجود. نعم. احنا اهم شيء يكون انت مثل ما يقولون دائما تدعي ربك سبحانه وتعالى، لان كل شيء قسمه. قسمه نعم. وعندك هالورود الطيبين. هذا ابنك ما شاء الله. الله يعافيك. ايه الحمد لله. احنا قبل ما نقعد نبدا بالبرنامج. نعم. انت ايش تشتغل؟ انا بالمجاري. من زمان؟ اي من زمان. صار لك كثير؟ اي. انواع البواري شنو؟ ثلاث ارباع، ابو النص، اشكال بواري، اشكال. يعني عندك خبره؟ عندي خبره انواع اشكال. يعني باكر اذا راح اسوي لي عماره تجي تتاسس لي وياي؟ ان شاء الله. ان شاء الله الله دائما يصير احسن واحسن. هاي شنو الاسباب يعني بيناتهم؟ هاي الاسباب عوق على شغله ربانيه من عند الله سبحانه وتعالى. انتوا قرايب شيء؟ نعم قرايب، ولد عم وبنت خالي، فشغله ربانيه. هي ربانيه، اعرف من جاء اول طفل ما حد يعني شفته. ما يبين على الكبر. يعني طبعا فقرات برنامج بعد ما بدينا، هاي اول شيء بدنا نبديها. اريد هاي تشونا تحكي لنا الاسباب، ما اسباب يعني ايش فيها؟ هاي من جت على الدنيا. هاي اكبر كلهم؟ لا هاي اكبر. هاي وليد أكبر. وليد اكبر منها. هاي ايش اسمها؟ هاي اسمها ندى. علمنا الداوي انه وليد اكبر. هذاك ما يذوج يزعل. ما يزعل، هذاك الاول واحد. اي اول واحد. خوش. 92. هذاك يتعصب ويضرب بكاون عصب. وهم رحت وجيت على دكاتره. هو وديته على تركيا مرتين، بالبيت ورا غسلت عليها. هسه احنا قبل ما نبدا بالبرنامج مالتنا راح نروح للسوق. نعم. نسوق ان شاء الله. خوش. نعم. ونخلص ونرجع ان شاء الله حتى نكمل حديثنا. Thank you.
اعزائي المشاهدين الكرام، رمضان كريم علينا وعليكم. مثل ما تشوفون كل رمضان خير وبركه، وكلنا نعيش عائله حلوه بموصلنا الحبيبه، نزداد اكثر ونحمد ربنا اكثر واكثر. مثل ما تعرفون بعد ما احنا على السوق وسوقنا وجينا، ها وليد؟ نعم سوقت وارتاحت ان شاء الله؟ ان شاء الله ارتاحين ان شاء الله. وش اسمه؟ ورمضان رمضان الخير والبركه. نعم نعم صح ولا لا؟ الحمد لله. اريد تحكي لي على العائله، كم واحد انتم وكم فرد؟ والله عائله مكونه من 8 نفرات. ندى والوحيده شوف قدامك المعوقين. ايه والحمد لله الله بسهله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصبر من الله. لا اله الا الله الحمد لله والشكر لله طبعا. احنا طبعا نريد نحكي على ايام زمان، لانه برنامجنا على المجموعه يسوون العشاء الفطور. احنا نقعد نحكي شويه. انت ايش تشتغل يعني؟ على التاسيسات من قبل المؤسس؟ الموظف دارت المجاري. فصار لي 8 شهور 10 من طلعت معامل عندي تقريبا ما كملت. يعني انت اساسا تشتغل موظف بمجاري؟ ايه. كان يقول لك واحد الله يرحمه. ايه. ما اعرف ما بعيد عيش. هذا هو بيدير قفل من المناطق مال الموصل كلها. ايه. وبعدين ماتوا ما علموا من مكانه، مو له طيب. لا يقولوا ماتوا ما علم. لا يمكن ما تعرف. ما تمام؟ ما شفت بس ما تعرف. لين شفت قبل يشتغل بالصحافه. ايه. فكنا مر على المجاري. يقول هذا سر المهنه ما رجع سر المهنه. انت لحد يا اخي انت الامانه عندك قفاله مال الموصل. وبس هو يندل. نعم امانه. وبس هو يندل. زين هذا جاء تجي بعده شلون تعرف؟ طفيعي طفيعي. تعلم لابنك ولا حد. ما يعلم ما يعلم احد. فعلا يقولون مات وبعدين ما علم. هذا ما يجوز يعني. اذا قفل يعطل ما حد يدله. وعندنا هاي الموديل مال هذا سر المهنه. يقول هذا سر المهنه ما بيعان شو هاي مصلحه عملي كلها مو ذكاء. هاي ماشي عندنا بالموصل. اي والله ماشي. ما والله ما انطي صنعتي. هاي ما صحيح هاي. يعني يا اعزائي المشاهدين الكرام طبعا عايشين في تجي اجيال بعد عايشين في عبد يعني البلديه والناس كلهم طبعا مشكورين واحنا ما نريد نسوي نقد بس نعم. المفروض يعني مثلا سعاد اول الاقفال مال الموصل يعرف. اي صحيح. رجال كبير بالعمر غير اخلي فد واحد مثلا شب من الشباب اثنين ثلاثه باشر يصير فيضان ان شاء الله يزورون على القفل وين موجود. هاي مهنة اقول مستمرة. ما صح؟ تشمل عملي كل هاي. اذا يجي غيره ما يعرف ولا غيره ما يعرف شو راح يصير ما تمشي. يقول لك هاي سر مهنة. يعني تنتهي العالم تنتهي ما يروح مسر فيضان وراح السر وراح. والقفل. القفل راح القفل قفل. اي والله. الحمد لله شوية غيرنا الجو ها. الحمد لله الحمد لله. وين كنتوا ساكنين قبل؟ ما قلت لك ريال نجا صار لنا 42 سنة. وهي جيرانكم؟ لا. بالخضر المسطليه بنت خالي ساكنين بالخضر. ومن تروح عليهم؟ من نروح عليهم؟ بنت خالي. على راسي على راسي. انا وعي بنت خالي. والله والنعم والله والنعم والنعم. وانا ابن عمتها. احسن اي والله. اي مرحبا حجيه. شلونك؟ الحمد لله. الصحة الأحوال؟ الحمد لله بخير الله يعافيك. رمضان كريم علينا وعليك. عليك وعلى موت محمد. احكي لنا على البنات شلون داروهم شلون تعاملوا معاهم. والله بالنسبة لهاي ما اسولف، هاي علي شارة نفتهم عليها. علي شارة؟ إيه هدى إيه علي شارة. وهاي أهل الأخ اسمه عهد؟ إي عهد. وش اسمه؟ هدى. محمد. محمد ما؟ إي. محمد. إي. وشهد. شهد وعندك وليد. 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 الله يخليهم إن شاء الله. منو من المدرسة كم واحد حسيته؟ هسه عندي بس. بس عهد ومحمد. إي يعني والله ما شاء الله شطار. محمد. محمد سبع بين عليه. ثالث. إي شد حيلك إن شاء الله. عم نقعد نحكي معاه. هسه أريد شوية تحكي لي على أنت مواليد إيش قد؟ يعني ام لحقت تتذكر شلون ايام زمان ايام رمضان ما رمضان ايام زمان احكي لنا ايش تتذكر رمضان كانت القلوب والالفه والمحبه احسن من هسه واكو تعاطف واكو تعاون واكو انسان احسن كل شيء احسن من هسه تغير يعني قبل كل شيء تغير من هسه فرق كثير حتى الناس الناس تبادل الناس ترجع ناس هسه ما حد شغل بعد ايه كل من كل واحد أصدقائك ما تذكروا أيام زمان كانوا معك؟ إيه أيام زمان أي مثل منو؟ أبو ناظم شاكر أبو بيارمجة عادل بيارمجة أبو مهند أحمد كثيرين زين أبو أحمد أبو أحمد سالم كثيرين دست السليقة دست السليقة كبير ما تذكروا؟ إي بلا تذكر كبير إيش تسوي؟ نروح عليهم نعطونا سليقة اي شيء معقول نقف سرعة وعلى ما يجيبون بتايات عشان يشعلون تايرات تذكرها تايرات يشعلون خشب خشب اشكال ودست دست ايه. احنا نعاونه ونتعب وايا وبالاخير نقف سرعة نقف سرعة وطلعوا على السطح على مر المنظر على مر المنظر على مر المنظر والله شايفه ايام حلوه ايام حلوه طيبه راحت ما ترجع راحت ان شاء الله ان شاء الله والله كريم والله كريم زين
وكان عندكم تلفزيون قبل انتو؟ كان عندنا تلفزيون قديم هذا يوغوسلافي ابو دقمة الحمراء قناتي امي بس كنا بخمس دنانير اشترينا. الحجة كانت بعد صغيرة ما بعد ما كنا. الحجة يمكن ما كانت. بعد ما كانت. بعد ما كانت. وقامت كنا مدري امي بعدت الله يرحمها توفت كنا بعتوا خمس دنانير. خمس دنانير. شالوه جون الاهل المحل عندكم لو انتم تروحون عندهم؟ والله قبل كانت ناس تروح تجي على الناس. اي ما كان قليل اللي عندهم تلفزيون كل واحد. هذا الاسود. القرايب والعمام والجيران مثل الناس تروح تجي عندي اروح عندهم. الله. ما شاء الله عادية حلوة. بالليل تعلل امه تمام للوحده للثنتين عادي طيبه وشايات وشايات وبسيات هاي نحن عمال قبل ها هذا ايه؟ فرض 100 فلس بدرهم شايات وشوشه كنا على هذا اكو كان اكو بطل هيك كنا عملت الشرطون عليه ايه هذا اذا يطلع صوت يطلع شو اسمه بيبسي قديم هذا من يفتحون القبر يسمونه نامليت نامليت هذا بي صوت تطلع قوي ايه؟ وقد ما بي غاز قوي يفتحونه قوي شوف الغبا وما يطير لفوق عادي ايه غاز يدفع مثل النافورة يا والأكثر ولا شيء عافية أي الأكثر يدفع عادي يفوز ايه. أعزائي المشاهدين الكرام وصلت سيارة الهلال الأحمر واحنا راح نستقبلهم مرحبا علي أنا والأستاذ شو عندي دكتور الله يبارك فيك يا أبو ننتظر تبع الموعد فيت أنا وعيني والجماعة تذكركم الله الله يبارك يلا تفضل تفضل الحمد لله الحمد لله أستاذ كريم العبي عليكم السلام صديقي أي شيء قال لي ما يصلون يلا الله مرحبا عيني ست الله يبارك فيك هلا 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 بالأستاذ شلونك هلا بيكم هلا مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين الكرام رمضان الخير والبركه وطبعا دائما الهلال الاحمر تساندنا باعمالنا لان هي كلها اعمال خير ومثل ما قلنا لكم الاعمال خير ان شاء الله دائما الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. استاذ اسماعيل شلونك انت؟ والله الحمد لله بخير. الحمد لله دائما انك فرحان والابتسام عليك ان شاء الله. والله فرحانين لان الحمد لله دا مفرح الناس بهاي الايام المباركه. وطبعا اعزائي المشاهدين الكرام احنا كل سنه ننتظر يجي شهر رمضان ونبدا بالهلال الاحمر اكيد جولاتنا نعم. وهالسنة إن شاء الله ما مثل قبل أبي أغراض أكثر وأكثر أحسن نعم الحمد لله هالسنة يعني الدعم موجه من السيد رئيس الجمعية المحترم والسيد مدير الفرع بدعم هاي العوائل بصراحة يعني أنا شاهد أقول يعني إني متعاونين كلش يعني أنا فعلا أيه. إحنا كقناة الموصلية من التقينا معاهم يريدون يقدمون خير لكل الناس لأن يعني فعلا هم أهلنا أريد شوية تحكي لي على المواد ولو هي يعني مواد مهم بس تفرح العائلة جزء بسيط مثل إيش نعم يعني؟ أكيد هاي مستحقات للعائلة زين. احنا مفهومنا الانساني انه ما نقول مساعدات وانما هاي مستحقات للعوائل استحقاقهم بالمساعده المواد مثل ما تشوفون تشمل مواد غذائيه واغاثيه المواد الغذائيه اللي معروفه عنها اللي هي المعجون الفاصوليا العدس التمن اما الاغاثيه اللي تشمل اللي سيت المطبخ والتشوله والترمز والبطانيات إضافة إلى السيت الصحي اللي يشمل المنظفات معجون أسنان الديتول الشامبو هاي المواد اللي نقدمها حاليا بشهر رمضان المبارك وعندكم بعد العوائل نشاطات عندكم بعد يعني نشاطات نعم عندنا احنا نشاطاتنا مستمرة بس هذا البرنامج يعتبر واحد من النشاطات اللي نقدمها فهذا جزء بسيط نقدمه لهاي العائلة واحنا ست ان شاء الله ندخل جوا بالبيت ان شاء الله ونكمل الحديث معكم اكثر ان شاء الله نتعرف على العائله اكثر شيء معي تفضل مشاهدي الكرام طبعا القعده حلوه وخصوصا بشهر رمضان والحمد لله العائله من تمه ان شاء الله يا رب دائما انتم الفرح والخير على كل ابناء العرب كل الناس الطيبين مثل ما تشوفون هاي القعده الحلوه مع ناس يحبون الخير للكل فيمي الاستاذ الدكتور استاذ بشار طبعا استاذ بشار طبعا بما ان انت اليوم قاعد عقلك عليه وايش القصه؟ والله خايف من استاذ اسماعيل ايه هو وايد استاذ اسماعيل قبل التصوير قال لي لا تحكي ايه لا تحكي هو يغير قبل وانت غير قبل طبعا جماعه الهلال احنا ما قد نحكي متسابقين بالخير الكل يريد يساعد الكل يريد يقدم الخير الخير الكل يريد يقدم الخير احنا اخذناه للمزحه فنريد تحكي لنا على بداية الهلال الأحمر كتاريخ حتى شوية يكون ناس تعرف. نعم. والله أنا والموضوع طويل بس راح أختصره. أختصره. الهلال جمعية الهلال الأحمر العراقي عمرها أكثر من 80 سنة بالعراق.
يعني تأسست عام 1932 جمعية وطنية عراقية إنسانية مستقلة. 1932 أسسها المرحوم أرشد العمري عندما كان أمينا لبغداد. بعدين جمع أكثر من 100-150 من أعيان البلد والميسورين وشكلوا هذه الجمعية. 1934 تم الاعتراف بها من قبل الجمعية الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. من ذاك الوقت كان واجبها في السلم والحرب. في السلم معروف الدورات والإسعافات الأولية والكذا، والحرب إسعاف الجرحى والحالات الإنسانية والحالات تعرض إلى إصابات من جراء الحروب. أشكو فرق بين الهلال الأحمر والصليب الأحمر. ممتاز. الهلال الأحمر هو اثنين متأسسوا في الصليب الأحمر قبله. لكن لازم هون نرجع إلى التاريخ، إلى هنري دونان مؤسس الحركة الدولية. هذا في معركة سان ريمو صارت معركة وكذا، وهو كان سويسري. فأول من أسعف الجرحى كان هنري دونان في معركة سيبرينو. تكريما له قالوا إحنا بما أنه شكل جمعية يعني مستقلة لا تميل لهذه الجهة وهذه الجهة ولا تنحاز، عليه الاعتناء بالإنسان كإنسان ليس له علاقة بالدولة اللي تحكمه. فعندما كان جنسيته سويسرية قرروا أن يكرموه فتكون يكون العلم هو أشبه بالسويسري، وكان العلم السويسري آنذاك أحمر والهلال أحمر والصليب أبيض، فقلبوها حتى لا تكون عنصرية، جعلونه أبيض والصليب أحمر. الدولة العثمانية قالت أنا نفس الشيء، ولكن أنا كان العلم التركي أبيض والهلال أحمر، فقلبوها فجعلوها أحمر والهلال إيه، لأن كثير مستيقون هذول أتراك. أتراك نعم، لا لأنه الدولة العثمانية كانت تحكم آنذاك، كانت إمبراطورية. وبقية الدول الغير مسلمة عندما الصليب وتفاهم جيد جدا، والصليب الأحمر والهلال الأحمر يعملون مجتمعين من أجل تحقيق الغاية الإنسانية اللي هي تحقيق الرفاهية المجتمع. ها أستاذ إسماعيل شل شون؟ يعني مليح حكا هاسته؟ تحب الضيف؟ لا هسه لازم يضيف. طبعا اليوم حضرتنا طبعا الاسم الخير يا اهلا وسهلا، شرفنا بيكي طبعا، واحنا نيابه على اهل البيت والحضور كلهم نشكرك لاندفاعك. بالعكس انا احنا فرحنا، وهذا تشونه مجا معنا قاعد يعني عشجعين وعلى الشغل ان شاء الله. اريد تحكي لي انت كمتطوعه، انت متطوعتين، شنو شعورك وانت مثلا ترافقين بالعمل وتتركين مثل البيت وتروحين معاهم تقدمين شغله انسانيه، فانت كمواطن يعني يا عزيز العمل التطوعي يسقل جوهر الانسان، الانسان يعني بحد ذاته، خصوصا احنا اللي نوصل بعد ما عانينا من الظروف اللي مرت فينا، فكل شخص محتاج لازم احنا نمد يد العون، خصوصا الانسان اللي يتمكن، سواء يتمكن ماديا او من قدراته النفسيه. فالعمل التطوعي يجعل الانسان يحس برضا، رضا من الله سبحانه وتعالى ورضا نفس. لما نطلع ويا كادر الهلال الاحمر كان نذهب للمناطق القديمه كتوزيع مساعدات او معونه، تشعر بفرحه لما تجي الام الله يبارك فيكم وممنونين ومنحقه بهذا، تحس انه انت قدمت شيء بالقدر المستطاع اللي الله سبحانه وتعالى قدرك عليه. لان اكو شغله شويه ما اتلقى يعني صعوبات مثلا من البيت من العائله بالبدايه، يعني من الناس اللي بالمنطقه مثلا اي حاجه جايه مثل شغلات، تعرفين احنا خصوصا يعني بالمواصله شويه. استاذ هو هذا الكلام صحيح، بس من ناحيه اسرتي، اسرتي هي اللي ساندتني، هي اللي عاد تدعمني وتدفعني انه اقود يعني هذه المسيره. اما من ناحيه من ناحيه المنطقه يعني مثلا او خروج المراه بصوره عامه يعني ذهابها وايابها، المرأة اللي تحافظ على نفسها وتكون مسيطرة على خلقها وأخلاقها أينما تكون طبعا وصمتها الحلوة. نحن طبعا نوجه تحية لعائلتي الكريمة كيدي مغاية سعير شعون وكل عائلة تحب يعني تقدم خير لهذا البلد. احنا ما قد نطول ان شاء الله متواصلين معكم، وشعون فاصل الآخر.
واحنا اليوم تونسنا معاك وتونسنا معاي الحلوه وكسبنا اهل جدد ان شاء الله. الف هلا بكم. الله يبارك فيك ونتمنى ان شاء الله يكون شويه خفيف النظر عليكم. الله يعافيك. وعلى المشاهدين الكرام اللي يشاهدونا، طبعا لان غايتنا المحبه نجمع بين الاهل، ومثل ما تقول الموصل الموصلنا وكلتنا عائله واحده، وهي هديه بسيطه من قناه الموصليه. طبعا احنا همنا انه تعرفنا عليك، بس هذا شيء بسيط. وطبعا بالمناسبه نشكركم، نشكر الموصليه، نشكر الكادر كله كملوا، نشكر المدير استاذ غازي فيصل، مشكور طبعا. الله بكم جميعا، واحنا بدورنا نشكر الجميع ونشكر الهلال طبعا لان ما مبادروا معنا، ما خلتوا بس تعبنا. الله يبارك، ونشكر الست ونشكر كل الحضور. اعزائي المشاهدين الكرام، طبعا المحبه مستمره من بيت لبيت، ورمضان الكريم علينا كلتنا جميعا ان شاء الله يا ربي دائما تتجدد الافراح ونستمر بكل بيت. اليوم كنا بيت منو؟ ابو وليد. اليوم كنا بيت ابو وليد، غدا ان شاء الله بيت جديد مع قعده حلوه وابتسامه حلوه. ومع السلامه.